الشرف سلام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سلام. سلام. الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري القناة الأولى لمراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية، حيث بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى مصر. تستغرق هذه الزيارة يومين، ومن المتوقع أن يكون هناك عقد بالتأكيد قمة ثنائية
بين الدولتين من قبل الرئيسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ومن المتوقع أن تحمل هذه الزيارة العديد من النتائج المهمة على الصعود كافة على الصعيد السياسي فيما يتعلق بتوحيد الرؤى والمواقف بشأن قضايا المنطقة ودور الجامعة العربية والقضية الفلسطينية وكذلك الملف الليبي وغيرها من الملفات المهمة في المنطقة العربية. وأيضا من خلال هذه القمة الثنائية بين البلدين تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز وتعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل دور اللجنة المشتركة المتوقفة منذ 2014. إذن هناك الكثير من الملفات المهمة على أجندة الرئيسين في هذه الزيارة. إذن تابعنا مع حضراتكم منذ قليل مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين. هكذا صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. إذن مشاهدينا، واقع هذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات والانعكاسات على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالتالي لها أيضا انعكاساتها على المنطقة العربية والتعاون العربي. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع أكثر وللمزيد من التحليل لهذه الزيارة المهمة في توقيتها وفي أجندتها، معنا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جميل. أهلا بحضرتك. أستاذ جميل، يعني في البداية دلالات هذه الزيارة والهدف منها في هذا التوقيت والأجندة الخاصة بها. هو طبعا الزيارة في غاية الأهمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري تبون. طبعا دي تأتي في وقت مهم جدا قبل انعقاد القمة العربية والترتيبات التي يتم تجهيزها للقمة العربية. احنا عارفين ان على أجندة القمة العربية هناك العديد من المسارات، أهمها طبعا بالطبع القضية الفلسطينية، ثم بعد ذلك الوضع في ليبيا والوضع في سوريا وعودة سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية، الأزمات التي تحيط بالمنطقة العربية بشكل هام. طبعا احنا عارفين ان مصر والجزائر هما دولتين كبرتين في منطقة بين الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط. مصر والجزائر تربطهم علاقات قوية جدا منذ تاريخ طويل جدا، منذ الثورة الجزائرية ووقوف الدولة المصرية. وأيضا لا ننسى ان اول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 عندما تولى رئاسة الجمهورية كانت إلى دولة الجزائر. إذن علاقات قوية، علاقات متوازنة، علاقات الهدف منها توحيد الصف العربي، القضاء على الأزمات والمشاكل العديدة اللي بتمر بمنطقة الدول العربية. هناك العديد من التحديات أمام الدول العربية، هناك الإرهاب العابر للحدود اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي ومحاولة إعادة انتشار التنظيمات والجماعات الإرهابية وخاصة في دول الساحل والصحراء. ومصر والجزائر لهم دور كبير جدا في عملية القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية ومحاصرتها في دول الساحل والصحراء، لأنها بتهدد بشكل كبير الاستقرار في المنطقة. وأيضا مصر والجزائر لهم دور كبير جدا في إعادة الانضباط داخل الدولة الليبية والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وحل بإجراء الانتخابات. وأيضا
بالنسبة للأوضاع في المنطقة بشكل عام. طبعا هناك العلاقات الثنائية بين مصر و طيب أستاذ جميل، قبل أن نتحدث عن العلاقات الثنائية وتشعب هذه العلاقات، نبقى في الشأن السياسي والهدف من هذه الزيارة. يعني هناك محللون يقولون أن هذه الزيارة تأتي في المقام الأول قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر والتي كانت متوقفة لعامين، وبالتالي هي إعلان واضح وصريح بالفعل عقد هذه القمة في موعدها في منتصف هذا العام، ومحاولة من الجزائر لكسب ثقات ودعم مصر لملفات كثيرة في المنطقة ولملفات كثيرة في المنطقة العربية بالتأكيد تحتاج بها الجزائر الدعم المصري وكسب الثقة المصرية في هذه الملفات، هل تتفق؟ هو بالطبع احنا لازم نعرف ان مصر هي القوة الفاعلة في منطقة الشرق الاوسط، هي زي ما احنا بنقول هي رمانة الميزان في منطقة الشرق الاوسط، وجميع الترتيبات اللي بتتم داخل منطقة الشرق الاوسط وداخل الدول العربية ان يكون لمصر ليها الرأي، لان مصر هي تسعى دائما للحفاظ على وحدة الدول العربية، تسعى دائما للحفاظ على الامن القومي العربي، وهذا ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. اذا فالترتيبات التي بتتم في الوقت الحالي من خلال عقد القمة العربية في منتصف العام الحالي، طبعا أن مصر الترتيبات يجب أن تتم مع مصر، مصر لها رؤية محددة ورؤية واضحة في إعادة الاستقرار إلى دول المنطقة بشكل سليم، مصر لها رؤية في إعادة الانضباط وأيضا إعادة الاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية والمحافظة على الجيوش الوطنية. هو ده هدف الدولة المصرية من في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. فطبعا بالطبع هناك تنسيق، وبالتأكيد هناك سيكون تنسيق بين مصر والجزائر من أجل إنجاح القمة العربية ومن أجل الوصول إلى حل يهدف إلى إعادة الاستقرار مرة أخرى إلى الدول العربية، ويهدف إلى المحافظة على الأمن القومي العربي في الوقت الحالي. نعم، أيضا من الملفات المهمة على طاولة هذه القمة، القمة الثنائية بين الرئيسين، الملف الليبي هو الأبرز. يعني هناك تناغم مصري جزائري لإيجاد حل سياسي في ليبيا، خاصة أن يعني عدم الأمن والأمان في ليبيا يمثل تهديد لدول الجوار، وأيضا يعني مصر والجزائر لديهما تجارب مريرة يعني ضد الإرهاب أو مع الإرهاب، وهناك أيضا تجربة مصرية ملهمة في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك الجزائر. فهذا الملف الليبي بتشعباته وملابساته المختلفة، برأيك كيف سيتم التوافق بشأنه قبل القمة العربية المقبلة؟ هو بالطبع الملف الليبي هو ملف مهم جدا، ملف تولي مصر اهتمام كبير جدا من فترة طويلة منذ عام 2014 حتى وقتنا هذا، واحنا شفنا التطورات التي حدثت على الساحة خلال الفترات الماضية ومحاولات مصر دائما لرأب الصدع و إيقاف النزيف الدم داخل الأراضي الليبية، وكان من أهمها القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخط الأحمر سيرة الجفرة، ده اللي أنهى الصراع وأوقف نزيف الدماء داخل الأراضي الليبية. طبعا في الوقت الحالي هناك أسس واضحة وضعتها مصر وبالطبع أيضا تضعها الجزائر، وهي الوصول إلى انتخابات رئاسية وتحقيق الاستقرار داخل الأراضي الليبية، إبعاد التنظيمات والجماعات الإرهابية عن الأراضي الليبية بأي شكل من الأشكال، ثم أيضا عدم تدخل دول أجنبية ودول إقليمية في الشأن الليبي من أجل عودة الاستقرار مرة أخرى إلى الدولة الليبية. وأعتقد أن هناك توافق واضح بين مصر وبين ليبيا
ليبيا في هذا الإطار، لأن زي ما حضرتك قلت في البداية أن طالما أن مصر لها تجربة فريدة في مكافحة الإرهاب، وتعلم جيدا أن إذا وجدت تنظيمات وجماعات إرهابية على أراضي ليبيا فلن يحدث استقرار على الأراضي الليبية في الوقت الحالي، وأيضا عدم تدخل دول أجنبية، لأن بتدخل الدول الأجنبية يحدث انشقاق، تحدث مساحات خالية لتنظيمات وجماعات إرهابية تعيد نشرها مرة أخرى داخل تلك داخل الأراضي الليبية، مما يهدد استقرار، ليس استقرار ليبيا فقط ولكن استقرار المنطقة بشكل كامل. فده من أهم الملفات اللي هيتم مناقشتها، لأن أيضا الجزائر لها دور كبير جدا في عودة الاستقرار إلى ليبيا مرة أخرى، لأن زي ما بقول لحضرتك أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية إن لم يتم إبعادها بأي شكل من الأشكال عن الأراضي الليبية سيحقق أيضا عدم الاستقرار في الجزائر وفي دول المنطقة بشكل عام. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي على هذه المداخلة الكريمة، وأيضا معنا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك معنا، وزيارة تمتد ليومين، زيارة رسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتأكيد هناك يعني الكثير من الملفات المطروحة المهمة على طاولة الرئيسين، ما أبرز هذه الملفات؟ طبعا حضرتك لازم ننظر إلى الجزائر الأول من ناحية موقعها الجيوسياسي، لأن الجزائر لها دور مهم سواء كانت في جامعة الدول العربية أو في الاتحاد الأفريقي، ومن هنا هي بتملك يعني قوة تأثير في المجالين العربي والافريقي. ايضا هي احد يعني الارقام الهامه في الازمه الليبيه، وبتجتمع دائما مع مصر في موضوع هم دول الجوار، ودائما لهم رؤى قد تكون متقاربه لحد كبير في هذا الشأن، وده موضوع ايضا مهم جدا للجزائر ممكن تلعب فيه دور في الفتره القادمه. فإذا أحد الملفات الهامة اللي هتكون يعني أمام الرئيسين طبعا الوضع في ليبيا، وده مجال للنقاش وفي نفس الوقت مجال للقلق من البلدين، لأن البلدين ممكن يتأثروا بحالة عدم الاستقرار اللي قد تحدث في ليبيا في الفترة القادمة، ولكن أعتقد إنه النهج السياسي للبلدين متوافق وله يعني رؤى مشتركة نستطيع إن احنا نبني عليها فعلا خريطة الطريق دي للفترة القادمة. ايضا الجزائر يمكن حضرتك تتذكري وزير الخارجيه عندما جاء الى مصر منذ شهور كان بيتحدث عن احتمالات مبادره جزائريه بالنسبه لموضوع السد الاثيوبي، والجزائر طبعا دوله لها يعني تاثير كبير في الاتحاد الافريقي ولها دور تاريخي معروف داخل الاتحاد الافريقي، وبالتالي ممكن فعلا انها تقدم شيء ملموس قد يعني يحرك الامور الى حد ما في ملف السد الاثيوبي. فأعتقد أنه دول من أهم الموضوعات اللي هتتم. أيضا هناك برضو الجزائر استضافت المصالح الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي الحوار في العاصمة الجزائر، أعتقد أنه هيكون مخرجات هذا الحوار تكون أيضا على طاولة البحث بين الرئيسين، وطبعا احتمالات عقد القمة العربية القادمة، ولأن طبعا هو المفروض عقدة تتعقد في الجزائر، هذا الملف ايضا هيكون ملف حاضر امام الرئيسين في المباحثات التي تجري بينهما. اعتقد ان الرصيد بين البلدين رصيد كبير جدا، يمكن ده كان واضح في صور الاستقبال عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال الرئيس الجزائري في المطار، وحضرتك شفتي انه يعني النقاش بدا منذ وصول الرئيس بعد وصوله من سلم الطائره، وده في حد ذاته بيعكس مدى يعني الحرص بين الجانبين على تنمية العلاقات وعلى التشاور المستمر في الشأن العربي والأفريقي وحتى أيضا المتوسطي. نعم، إلى أي مدى هذه الزيارة سيادة السفير هي إعادة إحياء للعلاقات وبعث لعلاقات سياسية واقتصادية وحتى أمنية بين البلدين برأيك؟
طبعا انا بشوف ان هي هتكون يعني نقطه لاعاده احياء العلاقات فعلا بشكل كبير. ما ننساش ان السيد الرئيس كان في اول خروج له بعد تولي الرئاسه ذهب الى الجزائر، وده في حد ذاته اعتقد انها كانت يعني لها مغزى سياسي كبير. اعتقد ان الزياره اليوم هتكون هي اضافه فعلا لمستوى العلاقات، لان العلاقات التاريخيه بيننا وبين الجزائر طبعا علاقات معروفه للجميع وقريبه جدا، واحنا ايدناهم في مواقف تاريخيه كثيره وهم ايضا ايدونا في مواقف تاريخيه كثيره، وبالتالي الارضيه المشتركه موجوده والرصيد موجود. قد يكون هناك حاجه لبعض التفاهم في مجالات التجاره والتبادل الثقافي وغيره من القطاعات، والبلدين لهم ايضا نشاط في البحر المتوسط، اعتقد ان هو ممكن يكون يعني ركيزه للتعاون ما بين شمال البحر المتوسط وجنوبه، وبالتالي مجالات واسعه جدا وافق واسع للتعاون، الاراده السياسيه متوفره والرصيد التاريخي موجود. فاذا هذه الزياره سوف تكون نقطه انطلاق ده في اعتقادي يعني. نعم، في منتدى شباب العالم الفائت سيادة السفير في نسخته الرابعة كانت من أهم التوصيات الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا وتوفير التدريب اللازم في المجالات كافة للأشقاء الأفارقة، وهنا دائما يظهر البعد الإفريقي والاهتمام الإفريقي حاضر وبقوة طبعا من قبل مصر ومن قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا نتحدث في الحقيقة عن علاقات مصر والجزائر في إفريقيا، وأيضا نتحدث عن القارة، يعني كيف تمتد هذه العلاقات وهذه التنمية التي تحدث في مصر وتسعى إليها أيضا الجزائر تمتد إلى العمق الإفريقي، وكان هذا هو الشاغل الدائم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ البعد الإفريقي وتأثير هذه الزيارة على إفريقيا بشكل عام؟ يعني طبعا أولا زي ما حضرتك تفضلتي السيد الرئيس له اهتمام خاص جدا بالقارة الإفريقية وتنمية التعاون معها، ولمصر لها خط استراتيجي واضح في هذا الشأن وقايم على فكرة المساعدة في تنمية الدول ورفع القدرات البشرية لهذه الدول الشقيقة. وفي نفس الوقت حضرتك هتشوفي انه مصر هنا بتستضيف مجموعات مختلفه، سواء كان طلبه في الجامعه الدول الافريقيه او حتى في معاهد مثلا المعهد الدبلوماسي اكاديميه مصر العسكريه وزاره الاعلام. احنا لسه كنا بندرب مجموعه من الاعلاميين الافارقه منذ ايام في تبع وزاره الاعلام المصريه. وكاله التنميه تبع وزاره الخارجيه بتقوم بدور كبير جدا في دعم الاشقاء وفي نفس الوقت رفع كفاءه القدرات البشريه في مجالات عديده بالتدريب هنا في مصر. ايضا اعتقد حضرتك لمست نقطه مهمه وهي فكره ان يكون في تعاون مصري جزائري في النفاذ والوصول الى الدول الافريقيه. طبعا الجزائر لها قدرات كبيرة جدا سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو حتى منطقة الدول الإفريقية منطقة باللغة الفرنسية، ومصر أيضا لها دور في هذه المنطقة، وبالتالي أعتقد أنه ممكن أوي يكون في تعاون مشترك ومشروعات ثلاثية مصر والجزائر ودولة أخرى إفريقية، بحيث أن يكون في مد لهم بالخبراء وفي مجالات متعددة وتعاون في مجال البناء والبنية التحتية. اعتقد كل دي موضوعات مهمه. حضرتك ما تنسيش ان احنا في طريق بدا يعني ياخد شكله النهائي اللي هو اسكندريه كيب تاون. صحيح. هذا الطريق هيكون طريق تنميه، مش بس مجرد يعني انتقال للافراد والبضائع، ولكن هو هيكون على ضفافه يعني عمليه تنميه واسعه جدا. وايضا في بحيره فيكتوريا البحر الابيض او الاسكندريه دي اعتقد هيكون ده برضه منفذ اخر. بالتالي مصر لها منهج معروف لهذا الجميع، واعتقد ان الجزائر بتقدره تماما، وبالتالي ممكن او التعاون الثنائي في مجالات كثيره في فتره قادمه في القاره الافريقيه اللي هي اصبحت محل اهتمام للدول كثيره وحتى محل تنافس كمان بين هذه الدول.
نعم سيادة السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق، أشكرك جزيل الشكر. ومعنا مشاهدينا أيضا للتحليل الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ كريم. أستاذ كريم أهلا وسهلا. أهلا بك. طيب يعني هذه القمة الثنائية بين الرئيسين المصري والجزائري تأتي قبيل القمة العربية المرتقبة في الجزائر، ومحللون يقولون إن الجزائر تبحث من خلال هذه الزيارة عن دعم القاهرة في الكثير من الملفات وإنجاح العمل العربي المشترك وبعثه من جديد. ما تحليلك وقراءتك؟ هو صحيح إلى حد كبير، لأن الجزائر والرئيس تبون يريدان أن تخرج القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الدولة الجزائرية بأكبر نجاح ممكن على صعيد الملفات الشائكة التي تعترض العمل العربي المشترك. هناك العديد من الملفات تشهدها القمة الثنائية التي تجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في القاهرة. لا بد أن نشير أولا إلى أن الجزائر ومصر تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن مصر والجزائر كلاهما لا ينسان أبدا أواصر التعاون والمصير المشترك والكفاح المشترك الذي جمع البلدين على مدار العقود الماضية منذ الخمسينيات من القرن الماضي. كما لا ننسى أبدا أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية كانت للجزائر الشقيق. صحيح. هناك بعد ذلك مجموعة من الملفات التي لا بد أن تكون قيد البحث من وجهة نظري على مائدة هذه القمة الثنائية التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس الجزائري. أولها الملف الليبي، وهو ملف شائك وتعترضه عقبات عديدة نتيجة لوجود لاعبين خارجيين لا يريدون الخير للدولة الليبية، ورؤية مصر والجزائر متطابقة في هذا الملف، خاصة على صعيد خروج المرتزقة والقوات الخارجية من ليبيا وضمان وحدة الصف الليبي وعدم السماح بعودة الاحتراب والحرب الأهلية من جديد التي يستفيد منها أطراف إقليمية بتصدير السلاح إلى آخره ونهب الثروات الليبية وتهديد دول الجوار التي هي مصر والجزائر وتونس. في هذا الملف لابد وأن تجري حلحلة موضوع الانتخابات الليبية، ويتم التأكيد على ضرورة المضي قدما في تعميق أواصر السلام وتوحيد الدولة الليبية التي أريد لها من قبل أطراف إقليمية أن تتمزق وأن تظل في أتون الحرب الأهلية. وبالتالي فإن تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة الليبية على كافة أراضيها على رأس الملفات المطروحة في القمة الثنائية المصرية الجزائرية. أيضا ما يتعلق بوجود المرتزقة الأجانب والفصائل المتطرفة والمسلحين في ليبيا وتأثيرهم على الأمن العربي، الأمن المصري والأمن الجزائري والأمن التونسي، الأمن في شمال إفريقيا عموما. ومصر لديها رؤية واضحة سواء طيب. على مستوى في هذا الملف بالتحديد سيد كريم، ما الدور المصري الجزائري الممكن أن يتم مع هذا المشهد الملتبس مع كل هؤلاء اللاعبين الدوليين، وطبعا يعني مع عناصر إرهابية موجودة على الأرض الليبية، كيف يمكن أن يتم حلحلة الأمور بشكل أو بآخر وأن يكون ذلك من مخرجات هذه القمة الثنائية قبل القمة العربية؟ أستاذ كريم. طيب
إذن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي على هذه المداخلة من حضرتك، ونتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ونستكمل التحليل لهذه الزيارة مع أستاذ كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك معنا دكتور كريم. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور كريم. بالتأكيد الشق السياسي يعني غالب في هذه الزيارة، لكن أيضا الشق الاقتصادي له حضوره وله أهميته وأيضا له رسائله ومفرداته. عندما نتحدث عن الاقتصاد في هذه الزيارة نتحدث بداية عن اللجنة العليا المشتركة طبعا بين البلدين، والتي توقفت منذ عام 2014، وبالتالي إلى أي مدى هذه الزيارة تعمل على تعزيز وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكات الاقتصادية بين الدولتين؟ يعني طبعا بالفعل سوف يظل دائما وابدا الملف الاقتصادي حاضر بقوه في العلاقات بين الدولتين. كمان يعني يجب ان نضع في الاعتبار ان يمكن الدوله المصريه تعتبر من اهم المستثمرين العرب او من كبريات الدول العربيه التي تستثمر في الجزائر. يمكن يعني وفقا لبيانات عام 2019 حجم الاستثمارات المصريه في الجزائر وصلت ما يقترب من 3.6 مليار من الدولارات، في أكثر من شركة مصرية كبرى تستثمر في الجزائر، يمكن يأتي على رأسها شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم وشركة السويدي وأيضا شركة علام للمقاولات. طبعا الشركات المصرية يمكن بتلعب دور كبير جدا وهام في في إنشاء وتطوير البنية التحتية الجزائرية. يمكن أيضا إحنا يعني لو تحدثنا عن المشروعات تنفذتها الشركات المصريه في الجزائر هنجد انها يعني يمكن مشاريع مهمه جدا للشان الداخلي. يعني على سبيل المثال شركه المقاولون العرب يمكن انشات اكثر من حي سكني كبير، وانشات عشرات الالاف او الاف من الوحدات السكنيه في الجزائر مثل اسكان البليده ومستغانم، وايضا يعني يمكن شاركت ايضا شركه المقاولون في بناء مبنى وزاره الماليه الجزائري ومحطات تنقيه مياه ومحطات صرف صحي، وايضا شاركت في تطوير ميناء وايضا ميناء راس جنات وايضا عدد من المشاريع الاخرى. كمان يعني احنا يعني يمكن كمان حتى ان يمكن في عدد من الشركات المصريه شاركت كمطور صناعي في عدد من المناطق الصناعيه الجزائريه. واذا نظرنا الى يعني حجم التجاره بين الدولتين فيمكن برضه يعني هنجد ان حجم التجاره لا يعبر عن قوه العلاقات بين الدولتين بحكم ان هم يمكن مكبريات الدول العربيه في منطقه شمال افريقيا. كمان هنجد مثلا يعني ان يمكن وصل يعني افضل حجم تجاره بين الدولتين في عام 2018 لما وصل حجم التجاره الى 1.2 مليار. مصر صدرت للجزائر ما يقترب من 920 مليون واستوردت منها ما يقترب من 360 مليون. اما في عام 2019 فحجم التجاره انخفض الى 1 مليار، وفي عام 2020 مع ظروف الجائحه يمكن لما يتجاوز حجم التجاره 650 مليون. ثم في عام 2021 وفقا لبيانات اول ست شهور او النصف الاول من عام 2021 وصل حجم التجاره الى 400 مليون دولار، وهو ارتفع عن عام 2020. وذلك يعني يمكن نتوقع ان يكون عام 2021 في زياده عن في حجم التجاره عن العام اللي قبله هو عام 2020. وبالتالي يعني اظن اتصور ان يعني تلك الزياره بجانب يعني الشق السياسي والامني اللي هو يعني يمكن الملفات الهامه ايضا سوف يحظى الشق الاقتصادي بمزيدا من الاهتمام. كمان يعني في اهتمام يعني مع تفعيل مجالس الاعمال واللجان المشتركه بين الدولتين ان يجب ضخ مزيدا من الاستثمارات المشتركه ومزيدا من التعاون في القطاع الخاص خاص للدولتين، بالاضافه لان يعني كان تم طرح فكره في عام 2018 خلال مؤتمر بترول مصر الذي تم يعني استضافته مصر ان يتم وضع عمل كيانات اقتصاديه مشتركه لكي تغزو السوق الافريقيه خاصه في مجال البترول والكيماويات والصناعات من ذات النوع، بالاضافه لان طبعا يعني الجزائر تعتبر من الدول اللي بتصدر لمصر يمكن يعني الغاز المسال وغاز البوتاجاز وخلافه، دي تعتبر يعني من المواد البتروليه المهمه للدوله المصريه.
عظيم دكتور كريم. أيضا مصر لديها تجربة تنموية ملهمة ومهمة، خاصة كما ذكرت في وقت الجائحة مصر كانت تمضي في مجالات كثيرة تنموية في محافظات مصر. لديها حياة كريمة، هذا المشروع التنموي العملاق هو بحد ذاته يعني تجربة ومشروع قومي مهم وملهم للعديد من الدول. وهنا أسأل، إلى أي مدى يمكن أن تستفيد الجزائر في كل هذا الكم والكيف من التجارب التنموية المصرية؟ وأيضا مصر لديها خطة واستراتيجية 2030 والتي تسعى من خلالها أن تتحقق التنمية على كافة الصعد، وبالتالي فكرة الإفادة والاستفادة بين الدولتين في هذا الشق التنموي كيف يكون؟ طبعا يعني الجزائر دولة مثل مصر، يعني يمكن في الفترة الأخيرة انتهجت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وتريد أن تدخل في مرحلة التنشيط الاقتصادي، وفعلا يمكن بالفعل وضعوا خطة للإصلاح الاقتصادي وطرحوها على البرلمان الجزائري وتم الموافقة عليها، وبالتالي الجزائر تسعى إلى تنويع، يعني هي يمكن يعني تسعى الجزائر إنها تنوع اقتصادها، خاصة ان يعني الجزء الاكبر منه يعتمد على البترول والغاز، وهو يمثل يعني اكثر يمثل ربع تقريبا الاقتصاد الجزائري او الناتج المحلي الجزائري. طبعا يعني عندما نتحدث عن العلاقة مع مصر في هذا المجال وفي هذا القطاع، فان ايضا الجزائر تريد ان تنفتح في مجال التنمية وتقليل معدلات الفقر لديها وخلافه، وبالتالي ان لدينا في مصر نحن تجربة تنموية رائعة، ويمكن يعني حتى ان صندوق النقد الدولي قال هي تجربة ملهمة لباقي الدول الأفريقية، خاصة يعني واحنا تحدثنا مرارا وتكرارا ان الشركات المصرية التي تعمل في مجال المقاولات والبنية التحتية وخلافه بحكم انها اصبح لديها سيرة ذاتية جيدة في المشاريع التي قامت بتنفيذها في مصر، فبالتالي سوف تكون تلك الشركات مؤهله انها تعمل داخل الجزائر. واحنا يعني كنت اديت مثال على يعني اكثر من شركه كبرى كانت تعمل في مصر ابتدت بالفعل تنفذ عدد من المشاريع التنمويه في الجزائر. انا زي ما قلت ان المقاولين العرب انشات الاف الوحدات السكنيه وشاركت في محطات تنقيه مياه وصرف صحي وتطوير مواني وخلافه، ايضا حتى ان يعني شركه السويد يمكن كانت ساهمت في عمل محطات طاقه شمسيه وطاقه كهربائيه وبناء مساجد ومصفات بترول وتطوير مطارات وخلافه، وبالتالي طبعا يعني انا عايز اقول ان التجربه التنمويه الموجوده في مصر هتكون حاضره بقوه في الدول الافريقيه بصفه عامه وفي الجزائر على وجه الخصوص. وهنا أسأل، إلى أي مدى البنية التحتية القوية المصرية وأيضا البنية الاستثمارية والتشريعية التي قامت مصر على إعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار أصبحت جاذبة للأشقاء الأفارقة والأشقاء أيضا من الأقطار العربية دكتور كريم؟ طبعا يعني احنا زي ما قلت ان التجربه التنمويه اللي احنا بنتحدث دائما عليها في مصر هي كانت البدايه، وهي كانت بدايه التنشيط والتنوع الاقتصادي، واحنا هنا احنا خلال سنوات قلائل قدرنا يعني نبني لدينا دوله جديده بالمعنى المفهوم، ونحن الان على اعتاب الجمهوريه الجديده والانتقال نحو العاصمه الاداريه، فمحدش يقدر ينكر ان دي تلك تجربه ملهمه للجميع، وبالتالي يعني يمكن الدول في المحيط ودول المنطقه تبحث بشده يعني ما تاثير ذلك او كيف يمكن الاستفاده من التجربه المصريه، خاصه يعني يمكن الدوله المصريه يعني تترك تجربتها مفتوحه للجميع الذي يريد ان يشارك. وانا كنت عايز اقول ايضا ان يعني على الجانب الاخر ان يعني المجال التنموي او مجال التنشيط الاقتصادي هو يعني نقدر نقول عليه هو نتيجه يعني تراكم خبرات، وبالتالي يعني الدوله اللي تريد ان تنقل هذا جزء من الخبره، وطبعا يعني بنفتح المجال يعني نتيجه الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائيه اللي بيتم توقيعها بين الدولتين، كمان يعني ان عدد الكبير من الاتفاقيات اللي تم توقيعه في السنوات السابقه، احنا بنتكلم في الكام سنه الاخيره مقترب من 20 اتفاقيه في مجال الزراعه والصناعه والبترول والغاز وخلافه، كمان يعني الجزائر يمكن يعني في نقط نقدر نقول عليها نقط تشابه بين مصر والجزائر، خاصه ان الجزائر من الدول المصدره
للبترول والغاز الطبيعي، ويمكن صادراتها في مجال الغاز الطبيعي بتزيد بشكل كبير، ومن الدول التي تصدر أو لديها طفرة في تصدير الغاز المسال إلى الدول الأوروبية خاصة أسبانيا والبرتغال. وأيضا على الجانب الآخر مصر من الدول التي أصبح لديها يعني طفرة في تصدير الغاز الطبيعي، وأيضا الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، دي كلها نقدر نقول عليها يعني مشاريع أو قطاعات تستحوذ على اهتمام الطرفين لنقل التجارب والاستفادة منها. خاصة يعني احنا ابتدينا نشوف ان يعني مجال الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة من المجالات التي تحوز على الاهتمام العالمي والاهتمام الدولي، وأظن في إطار التنوع اللي بتقوم به الدولة المصرية في تنوع اقتصادها واقتحام قطاعات جديدة صناعية وتكنولوجية وخلافه، أظن ان دي هتكون ايضا من الملفات التي تستحوذ على اهتمام الطرفين، على اساس ان تعتبر مصر والجزائر من اكبر الدول الأفريقية تصديرا للغاز الطبيعي، سواء غاز طبيعي بالشكل العادي او غاز طبيعي مسال. التعاون والشراكات في عصر التحديات، يعني أنت كنت تتحدث منذ قليل عن جائحة كورونا وما خلفته هذه الجائحة من آثار وتبعات اقتصادية على كل دول العالم. مصر تعاملت مع هذه الجائحة بنوع من الحكمة والتوازن، بل وحققت أيضا معدلات تنمية في ظل جائحة كورونا بشكل أو آخر. وبالتالي الجزائر ومصر في ظل جائحة كورونا وهذه الآثار والتداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإفريقي وعلى أيضا اقتصاد الدولتين، كيف سيتم التعامل الثنائي المشترك بين الدولتين في ظل جائحة كورونا وأثارها؟ طبعا يعني احنا دائما بنتحدث عن الجائحة وأثرها السيء على اقتصاد الدول النامية والأسواق الناشئة بصفة عامة. أيضا الجزائر من الدول اللي تعرضت في عام 2020 لأضرار بالغة، يعني يمكن هنا يعني فرق أن مصر قدرت أن تجتاز تلك الأزمة وحققنا معدل نمو إيجابي تقريبا 3% في عام 2020، ولكن طبعا للأسف الجانب الجزائري أو الدولة الجزائرية لم تخرج من فخ يعني النمو السلبي، وحققت نمو سلبي في عام 2020 ما اقترب من سالب 5. وبالتالي طبعا يعني هنا نقدر نقول ان في كان ضرر حدث للدولتين، وكمان كان دائما يعني يمكن الرئيس السيسي كان تحدث في كل لقاءاته على ان يعني الارهاب وجائحه كورونا وقضايا المناخ دي قضايا دوليه يجب ان يتم التعاون بين جميع الدول والاستفاده من التجارب. ايضا يعني بحكم ان مصر من الدول اللي نقدر نقول عليها ابتدت توطن بالفعل تصنيع اللقاحات والامصان، ويمكن الجزائر من الدول التي يعني تريد ان تستفيد من هذا، فاظن هيكون في يعني مزيدا من التعاون في المجال الطبي والدوائي لتوفير مثلا لقاحات للدول الافريقيه عن طريق الدولتين، خاصه يعني يمكن تم يعني بحث اكثر من مره ان يكون في كائنات استطلاع عملاقه تجمع بين القطاع الخاص المصري والجزائري لاقتحام الاسواق الافريقيه والاستفاده من الامكانيات المتوفره لدى الدولتين. نعم دكتور كريم، في القمة العربية المقبلة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، ما المأمول، ما المتوقع من خلال هذه الزيارة الثنائية أن يتم الدفع بشأنه وبصدده في القمة العربية المقبلة اقتصاديا؟ طبعا يعني احنا زي ما نقول يعني كل دي يعني لقاءات بيقوم بيها الرئيس الجزائري تبون يعني بالذات مع دولة إقليمية بامتياز وهي مصر، طبعا لإنجاح القمة العربية القادمة طبعا يعني في ملفات شائكة وهمة تطرحها وتم بحثها في قمة الجزائر. طبعا الجزائر هي دولة مهمة وقوية ولديها وضعها في منطقة الشمال الأفريقي، بالإضافة أنها من الدول المستقرة ولم يعني تعاني من أزمات الربيع كما حدث في عدد من الدول الاخرى، بالاضافه لانها دوله على المستوى الامني والعسكري تعتبر طبعا من الدول التي يعني الدول الكبرى في المنطقه والدول القويه. وبالتالي يعني انا اظن يعني ان القياده السياسيه في الجزائر بالاضافه الى التمهيدات التي حدثت في تلك القمه سوف اظن يعني سوف يكون في حلول عربيه واقتراحات ومبادرات عربيه لحل مشاكل الشان العربي، خاصه يعني ان احنا لدينا اكثر من ملف سياسي، عوده سوريا الى الصف العربي بالاضافه الى مرتزقه والجماعات الارهابيه اللي موجوده في ليبيا وقضايا اخرى طبعا كثيره وعده من سوف يتم بحثها في القمه القادمه. نعم
أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. وكما رأينا مشاهدينا الكرام، الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي هذه الزيارة تتشعب فيها الكثير من الملفات السياسية، يأتي على رأسها بالتأكيد التعاون الثنائي المشترك في الكثير من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة الإفريقية وأيضا في الإقليم العربي، وعلى رأس هذه الملفات الملف الليبي، والذي يحمل الكثير من الملابسات والكثير من التداعيات والكثير أيضا من اللاعبين الدوليين في هذا الملف، والذي يمكن أن تكون هذه الزيارة كحلحلة ما للوضع الليبي بشراكة مصرية جزائرية ومبادرات يمكن أن تطرح في هذا الشأن. أيضا القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط ألا وهي القضية الفلسطينية هي أيضا من القضايا المهمة والأساسية وطبعا على أجندة وعلى طاولة الرئيسين، وفكرة لم الشمل الفلسطيني بالتأكيد الدولتان تسعيان للوصول إلى هذا الهدف المهم في القضية الفلسطينية، ألا وهو لم شمل الفصائل الفلسطينية. نتحول مع حضراتكم الآن إلى اتصال هاتفي أيضا لمزيد من المتابعة والتحليل من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من ولاية كاليفورنيا، دكتور أشرف سينجر أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أشرف أهلا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور أشرف. يعني هناك اهتمام ليس فقط بعربي بهذه الزيارة وبمخرجاتها، لكن نلاحظ أن وسائل الإعلام الدولية هناك اهتمام دولي كبير بهذه الزيارة وانعكاسات هذه الزيارة في تعظيم العمل العربي المشترك، خاصة أنها تأتي قبيل عقد قمة عربية في الجزائر. قراءتك ومتابعتك للاهتمام الدولي بهذه الزيارة؟ التعاون المصري الجزائري بيشغل طبعا اهتمام الأوروبيين بشكل كبير، باعتبار أن قوة الجزائر وقوة مصر يعني قوتين داعمتين للعمل العربي المشترك، وبخاصة في شمال أفريقيا الذي تعرض منذ طبعا 2011 إلى انكسارات كبيرة، ومعزلة هذه الانكسارات موجودة أمامنا في الأزمة الليبية المستمرة، والترتيب الجزائري المصري طبعا لعقد الانتخابات ومساعدة ليبيا على أن تعود دولة مهمة في الشمال الأفريقي. الجانب الآخر، الشعوب لها يعني ذاكرة الصديق وقت الشدة. الجزائر يعني دعمت العمل العربي المشترك ودعمت مصر، وكان في آخرها طبعا في حرب 1973. الخروج من هذه الذاكرة للدعم بتخلي أن الرئيس السيسي والرئيس الجزائري حتى في مطار القاهرة عند نزوله يعني على أول دقيقة هناك محادثات قبل الوصول إلى غرفة اللقاء، يعني معنى أن هناك تلاحم وحب أخوي ولقاء مهم لترتيبات تسعى مصر والجزائر إلى الاتفاق عليها، كما اتفقوا على كثير من الموضوعات التي تمس أمن وشمال أفريقيا. مهمة قوي لفرنسا طبعا، دولة مهمة جدا لمصر وللجزائر، أن ترى هذا التقارب، باعتبار أن فرنسا ومصر اتفقا على سياسات لحماية المتوسط وأمن المتوسط، وكان طبعا آخرها المناورات الفرنسية المصرية. طبعا الجزائر الانفاق الدفاعي زاد لها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وده مهم للحفاظ على الأمن في شمال أفريقيا، وده بيدعم طبعا وجهة نظر المصرية في حماية الأمن في ليبيا أيضا، باعتبار أن هناك قوى خارجية كانت تحاول أن تتدخل
ولكن الرؤيه المصريه الجزائريه هي ان الجزائر ومصر تبقي شمال افريقيا في حلول وبايدي قاده شمال افريقيا وليس بتدخلات خارجيه لمرتزقه او ارهابيين. فاتفاق مصر والجزائر على مكافحه الارهاب ووقف انهيار الدول الدخول في خلخله سيادتها، كل هذه امور تتفق عليها مصر والجزائر بشكل كبير. نعم، يعني الإرهاب أيضا هو ملف مهم على طاولة الرئيسين. التعاون الأمني، يعني هذه الفكرة الأشمل والأوسع بين البلدين، هناك تقارب أمني طبعا كبير، وبالتأكيد هو سيقطع الطريق على بعض الأجندات المشبوهة لزعزعة استقرار المنطقة. طيب، يعني منذ قليل دكتور أشرف كان معي سيادة السفير محمد العرابي، وكان يتحدث عن مبادرة كانت من الجزائر لحل قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال علاقات طبعا الجزائر مع إثيوبيا والسودان ومصر. إلى أي مدى هذه الزيارة تأتي لتنشيط وإحياء هذه المبادرة الجزائرية لحلحلة هذه القضية برأيك؟ هي طبعا جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتح لكل المبادرات لحل مشكلة أزمة سد النهضة بالطرق القانونية والدبلوماسية. طرح الجزائر طبعا طرح مقبول لأنه بيقدم توازنا ويتفق مع وجهة النظر المصرية في إدارة الموارد المائية بشكل قانوني عادل دون الضرر لمصر، والحفاظ على التنمية في أثيوبيا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة. التحضير لقمة جامعة الدول العربية في الجزائر طبعا موضوع سد النهضة لن يكون بعيدا، وبالتالي يعني دعم الجزائر كدولة عربية تقرأ جيدا بأن الدول العربية شاملة كافة يتضامنون مع مصر، وهذه قوة طبعا الدولة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ تولي السلطة الآن 8 سنوات جعل من مصر دولة مشرقة مركزية مهمة، وحينما أن تكون قويا في الإقليم يسعى كل الدول أن تتقارب وتتلاقى معك، هذه هي سنة السياسات الدولية. وبالتالي قوة مصر الآن قوة تجعل حتى من الدول الأفريقية أن تقترب وأن تقدم دعما للملف المصري. الأثيوبيين في موقف سيء جدا باعتبار أن حروبهم الداخلية وصراعاتهم تؤكد على أنهم يجب أن يصلوا إلى اتفاق عادل مع قوة إقليمية كبيرة كمصر دون استعراض لقدرة على أنها تمنع المياه أو تقلل منها، هذا أمر غير محبوب. الجزائر لها طبعا تأثير دبلوماسي في أفريقيا لا ننكر ذلك، بقوتها طبعا الاقتصادية وقوتها العسكرية التي لا تنكر أيضا، وبالتالي من الحماقة لأي صانع سياسة في أثيوبيا أن يعارض قوة الدفع التي تأتي من القاهرة ومن الجزائر ومن السعودية ومن الإمارات في يعني عمل غير عقلاني ببناء سد غير قانوني يحتجز مياه لتعطيش المصريين، وهذا امر لن توافق عليه مصر، لن توافق عليه الجزائر، لن توافق عليه الامه العربيه. هذه رساله واضحه الرئيس الجزائري سيطرحها مره اخرى على الاثيوبيين وسيتطرح بشكل قوي في اجتماع جامعه الدول العربيه. صحيح، والعمل الدبلوماسي المكثف بين الدولتين كان يعني طوال الوقت حلقه وصل دائمه بين الدولتين مصر والجزائر. اشكرك جزيل الشكر دكتور اشرف سنجر استاذ العلاقات الدوليه. إذن مشاهدينا الكرام، تغطيات القناة الأولى التلفزيون المصري متواصلة مع حضراتكم لزيارة الرئيس الجزائري ومباحثاته مع الرئيس المصري. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، ونلقاكم بعد قليل.